السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقه من سهرتكم الرمضانيه. موضوعنا الفقهي في هذه السهره هو حمايه الاعراض والمسؤوليه الشرعيه في مواقع حمايه الاعراض والمسؤوليه الشرعيه فيها خلال التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي. اما الموضوع الصحي فهو الصوم والامراض الجلديه. محورنا موضوعنا الفقهي إلى هذه المحاور مشاهدينا الكرام، وهي تأصيل حماية الأعراض شرعا، المسؤولية الشرعية المترتبة على الوقوع في الأعراض التي أعراض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، والفرق بين النقد الإيجابي والتجريح. أما الموضوع الطبي فقد محورناه إلى المحورين: الأمراض الجلدية نبذة عامة، والصوم والأمراض الجلدية العلاقة الوثيقة بينهما. ضيوف هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هم كل من السادة الفقيه سيد أحمد السيد الخليل عضو هيئة العلماء الموريتانيين، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا الفقيه. وكذلك الفقيه محمد لمين الحاج عضو هيئة العلماء الموريتانيين، أهلا وسهلا بكم. معنا كذلك الدكتور محمد لمين عمر متخصص في الأمراض الجلدية، أهلا وسهلا. أنتم مشاهدينا الكرام ضيوفنا الأول، نأمل أن تكون هذه السهرة مفيدة وأن تضيف إليكم الجديدة والممتع. قبل أن نبدأ نقاش موضوعنا الفقهي نبقى مع التقرير التالي مع بباه أحمد سالم. حماية الأعراض التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، فيها مراعاة مصالح الخلق بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، ولأن العدوان على الأعراض أمر جلل تهتز لفحشه وبشاعته السماوات السبع، ما ترك التشريع الحكيم خطوة تضمن الصيانة والحفاظ على أعراض العباد إلا دلنا عليها تجفيفا لمنابع الشر والفساد وتقليما لأظافر العابثين. والذي يتابع التشريعات الإسلامية ويتأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يلمس ذلك الحرص سريعا، وذلك لما فيه من هتك للعرض، بل إن الإسلام لم يكتف فقط بتحريم الزنا، بل جعل كل ما يؤدي إليه ويدفع نحوه محرما كذلك، فإطلاق البصر والتبرج والخلوة كلها محرمة، كما أمر الله تعالى المرأة المسلمة بالحجاب والستر والحياء في الملبس والكلام، ونهى الإسلام أيضا عن الاختلاط بين الجنسين. فكيف لنا أن نمتثل أمر الله بحفظ الأعراض والحفاظ عليها في مجتمعنا اليوم؟ كيف يحمي الشرع أعراض البشرية؟ وما هي آليات مقارعة المختبئين وراء العالم الافتراضي؟ وما هو دور الأئمة والعلماء في توجيه الرأي العام مما يجري على هذه الوسائط؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ مع ضيفينا الفقيهين الحوار حول حوارا تمهيديا حول موضوعنا مع الدكتور الفقيه سيد أحمد. أصل حماية الأعراض شرعا في القرآن والسنة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وخلقه لعلة أخرى أشار إليها بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه أحسن عملا، كل ما يعمله الإنسان فهو مبتلى به ومختبر، وعليه أن يعلم أنه في صحيفته، كما قال الكفار الله سبحانه وتعالى حكى عنهم: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. متأمل هذه الآية سيخشى عندما يريد أن يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ما يكتبه سيلقاه يوم القيامة، يقال له كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا حول ولا قوة إلا. هذا واضح، ما تكتبه في الواقع في هذه الأوراق التي أمامنا، في فيسبوك، في واتساب، في جميع أنواع التواصل الاجتماعي،
سيقال لك يوم القيامة اقرأ، ها هو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. والصوت محفوظ كذلك فيزيائيا محفوظ. تمام، كل شيء ستلقاه. هذه الجوارح نبهنا الله سبحانه وتعالى أيضا على أنها مسؤولة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا نظرت في وسائل التواصل الاجتماعي إلى شيء محرم فإن بصرك يسأل عن هذه النظرة. وقال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا حول ولا قوة. الجوارح تشهد عليك يا عبد الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم، لا تتكلم بأفواه، وإنما تتولى الجوارح الصامتة أصلا تتولى الكلام لكي يكون ذلك أبلغ في قراء الحجة بالحجة. ستتكلم اليدان فتقول: كتب بي كذا في كذا، لوذت بي صحيفة إنسان، لوذ بي عرض إنسان، وتقول: وقع على مال حرام مال عام بهذه اليد. هذا كله ستشهد عليه هذه الجوارح، كما قال تعالى في آية أخرى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آيات كلها تخاطب الإنسان، تخاطب فيه أنه مسؤول يوم القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا، لن يترك سدى. كل ما تزبره يداك أنت ستسأل عنه يوم القيامة. وسائل التواصل الاجتماعي نعمة كبيرة ونقمة عظيمة، وما أحسن قول الإمام الشاطبي: إن مصالح الدنيا لا تتمحض ومفاسدها كذلك لا تتمحض. ومعنى هذا أن هذه الوسائل مهما ذكرنا فيها من شر لا بد أن تكون فيها مصلحة، ولا بد أن يكون فيها خير. لماذا؟ لأن هذه الدار ليست دار تمحض، التمحض يوم القيامة. لذلك هذه الوسائط لا شك أنها فيها، أن فيها خيرا كثيرا كما أن فيها شرا كثيرا. وأهم شيء فيها أنها تخدم قيمة التعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الوسائط تخدم هذه القيمة، هذه القيمة وهذه العلة التي قال الله سبحانه وتعالى: إن خلق الإنسان لهذه الحكمة وإن تنوعه لهذه الحكمة التي هي هذه التعارف. هذه الوسائط وهذه الوسائل تخدم هذا، تكثف هذا التعارف. نعم، تخدم هذه القيمة. طيب. طبعا الأعراض محمية بدستور سورة الحجرات. دستور سورة الحجرات يكفي لحماية الأعراض. هذا دستور قاله الله سبحانه وتعالى. شنو؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمس شنو؟ اللمس تارة يكون بالعين وتارة يكون باليد، المهم أنه نوع من السخرية. تمام. بعضهم يقول، وهذا في آية أخرى: ويل لكل همزة لمزة. فأنت بإمكانك في الواقع أن تغتاب وأن تلمز في فلان وأن تغمز فيه، وفي وسائل التواصل الاجتماعي يمكن كذلك. يا أيها الذين آمنوا، ما بالك إذا قلتها صراحة؟ نعم، ما بالك إذا أكلت عرضه صراحة؟ تماما، لأن 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 القلم أحد اللسانين، ما يكتب يقال، ما يكتب يقال. ولذلك كما ذكرت لك القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا تحريم للسخرية. لا تسخر من لباسه، لا تسخر من شكله، لست خالقا له، لا تسخر من كلامه. هذه حماية واضحة قرآنية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.
لا تقل له يا أعور ولا تقل له يا كذا ولكن ولا تبنز بالقلب. ثم يعلق القرآن: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يأتي نداء آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، وهو من نفس الدستور: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الاجتناب هنا بمعنى الابتعاد. الابتعاد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن ولا تجسسوا. التجسس حرام، وهو نوع من حماية الأعراض. ومن مقاصد الشريعة الستر، والتجسس يخالف الستر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الموطأ: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. المسلمون، الشرع لا يطلب منك أن تذهب إلى الدور التي يعصى الله فيها سبحانه وتعالى وتتجسس. طبعا الدولة من حقها ذلك إذا عرف واشتهر، ولكن الشرع لا يقبل هذا للأفراد. واقعة عمر مع الشيخ. تمام، أحسن. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا دستور من كمال الدستور، ولا يغتب بعضكم بعضا. وناهيك بالغيبة. أنا الساعة شيركم بيدي، إحنا عندنا الحمد لله أنتم ضيفين عندنا في الموضوع، وعندنا دكتور الوقت ما هو ياسر. لهنا شيركم معنا دكتور محمد لمين. إحنا عندنا ندور وقت أصلنا بإيجاز حماية الأعراض شرعا في الكتاب والسنة بالأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. الواقع أن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له كيانين: كيان معنوي مادي وهو جسمه وروحه، وكيان معنوي وهو عرضه. لذلك جمع الله تعالى في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: جمع بين المال والعرض، لأنهما يمثلان كيان الإنسان العام. وحفظ العرض هو من الكليات الست أو الخمس كما عند الأصوليين، التي حافظت جميع الشرائع عليها، ولكنها في ديننا الإسلامي محفوظة بعناية وبأهمية قصوى ما مثلها أهمية. ذلك أنه في هذه الشريعة كل حكم، كل دم، وكل مسألة، وكل مال تثبت بشاهدي عدل، إلا ما يتعلق بالأعراض. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. إذا انظروا هذه المسألة، لا يثبت مسألة تتعلق بالعرض إلا بأربعة شهود، بينما تثبت في كل دم وفي كل حق بشاهدين. المسألة الأخرى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه يوم العيد من حجة الوداع، التي لم يعش رسولنا صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 84 يوما أو 81 يوما كما في بعض الروايات، قال صلى الله عليه وسلم: وانظروا هنا فيه لمح وإشارة إلى خطورة وسائل الإعلام. كيف ذلك؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو يخطب كما رواه البخاري في صحيحه، قال لهم: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت رسولنا صلى الله عليه وسلم طويلا، الحديث رواه أبو بكرة رضي الله عنه، قال: سكت طويلا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم العيد؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون في أي بلدة أنتم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسكت طويلا حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، قال: أليس البلدة الحرام؟ انظروا هذا التشويق وهذا الاستيلاء على اهتمام السامع والمتلقي، وهذا هو ما يسميه الإعلاميون بالإثارة أو يعني مسائل التشويق إلى آخره، وهو وسيلة أصيلة من وسائل الخطابة. إذا قال لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذا هذا فيه تغليظ وإعطاء أهمية عظيمة لحفظ العرض. ثم بعد ذلك ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح أيضا تنفيرا من الوقوع في أعراض الناس بصيغة لا يوجد أبشع منها. كيف ذلك؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن قال: الربا بضع يعني 72
درجة. الربا هو أعظم مخالفة يمكن أن يفعلها المؤمن، لأنها إيذان بحرب الله تعالى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الربا هو إعلان الحرب على الله تعالى، هو أعظم معصية، أعظم ما يمكن أن يرتكبه العبد. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه 72 درجة، أدنى هذه الدرجات مثل وقوع الشخص نعوذ بالله في أمه. إذا انظروا هذا التنفير العظيم الذي تأباه الفطرة السليمة للتنفير من الربا، وقال إن الربا أعلى درجات الربا دون وقوع أحدكم في عرض أخيه. انظروا وقوع الأعراض، هو فوق الربا بدرجات عظيمة. إذا الوقوع في أعراض الناس من أعظم المصائب. وقد بين الدكتور قبلي أن الإسلام في القرآن الكريم أعطى عناية كبيرة لحفظ في سورة الحجرات، أعطى دستورا متكاملا لحفظ على الأعراض، فقال فنهى عن التجسس ولا تجسسوا، ونهى عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا كله من الوقوع في أعراض الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا الغيبة حتى لا يتبادر لأذهان الناس أن الغيبة لا تكون إلا بالكذب، فلما قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال له السائل قال يا رسول الله وإن كان فيه ما أذكره به هل يبيح لذلك أن أقع في عرضه؟ قال إن كان إن لم يكن فيه فقد اغتبته، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان فوق الاغتياب، لأنه كذب زائد الغيبة، الغيبة زائد الكذب يعطي يساوي البهتان. إذا هذا كله من التغليظ في الوقوع في أعراض الناس. ثم بعد ذلك لو كان هذا الوقوع على وسائل التواصل الاجتماعي لقلنا كان أعظم، وقد بحثت وسائل الإعلام هذا الموضوع كثيرا لخطورته، لأنك إذا اغتبت شخصا أمام اثنين أو ثلاثة فهذه جريمة عظيمة، فما بالك إذا كان في وسائل يتابعها العالم كله. هذا المحور الثاني مع تذكيركم فقط بهذه الفائدة، أن حد الخمر لم ينزل شرعا لا بالقرآن، ولم كذلك يتحدد مع الصمة، لكن علي بن طالب رضي الله عنه استنبطه من حد القذف. القذف صح، القذف هو الوقوع في الأعراض، إذا كانت حد الخمر 8 جلد مقبوض من القذف فهذا أشد وأشنع. سنعود إلى هذا في المحور الثاني الذي هو المسؤولية الشرعية المترتبة على الوقوع في الأعراض في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نتناول معكم مشاهدينا الكرام جانبنا الصحي في دردشة مع دكتور محمد لين عمر متخصص في الأمراض الجلدية. ولكن قبل هذا النقاش معه نبقى مع التقرير التالي الذي عدته عائشة سيدي عبد الله. الصيام والأمراض الجلدية ثنائية تطرح العديد من التساؤلات حول الحالات المسموح لها بالصوم، خصوصا أن بعض الالتهابات المرتبطة بالجلد تنقسم إلى قسمين، منها ما يستفيد من الصوم ويعتبر علاجا له، ومنها ما يعتبر الصوم محفزا لظهور أعراضه، وعليه تبقى حالة المريض الصحية مرتبطة بالطبيب وتقييمه. لكن عموما تبقى المحافظة على نظام غذائي متوازن والإكثار من السوائل صمام أمان لحماية الجلد من مختلف الالتهابات الضارة به كأحد أكبر أجهزة الجسم حساسية وتأثرا بالسلوكيات الخاطئة لبعض الصائمين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والشكر بوصول لعائشة سيدي عبد الله على هذا التقرير. دكتور، ناس ياسر من هقاع ما يعرف الأمراض الجلدية شنو، ولا يعرف وظيفة الجلد شنو، ولا شاك عنه الله جزء من الإنسان وتوف مثلا. أعطونا لمحة عامة بعد قاع عن الجلد وظيفته هو بالجسد والأمراض اللي تقبل شنو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الجلد يعتبر هو أكبر عضو في الجسم، أكبره وزنا وأوسعه مساحة، وهو يحيط بالأعضاء جميعها، ويعتبر مرآة للكثير من الأمراض التي تحدث في الأعضاء الداخلية، سواء كانت من الأعضاء التي نعتبرها الأعضاء النبيلة أو الأعضاء الأخرى. فأي مرض يحدث في تلك الأعضاء يظهر جزء منه أو يظهر شيء منه على الجلد، فنقول إنه
مرآة للأمراض في الجسم الآخر. وهو كما نعرف يتألف من هذا الذي نراه الجلد الظاهري بالإضافة إلى ملحقاته وهي الشعر والأظافر، وهي تعتبر ملحقات للجلد. والجلد له أدوار عديدة، منها حماية ميكانيكية، فهو أول ما يتعرض للصدمات فهو يرد الصدمات عن الأعضاء الأخرى، ويعتبر كأنه نوع من الرصور، عندما تأتي له صدمة ينضغط لكي يحمي ما بداخله، ويعتبر منظم للحرارة، فعند اشتداد الحرارة يحدث التعرق فيعطي نوعا من الرطوبة للجسم، وعندما يأتي البرد يحدث تقبض مما يؤدي إلى نوع من تلك الأوعية الدموية الداخلية، عندما تتقبض يحدث تفرز نوع من الحرارة يعطي للجسم مناعة من ذلك البرد الشديد. عجيب. بالإضافة إلى ذلك فهو كما قلنا مرآة للأعضاء الداخلية، فعندما يحدث مثلا تشمع كبدي تظهر الأعراض واضحة، اصفرار أو بداية قبل ما يحدث التشمع، عندما تتأذى الخلايا الكبدية فيحدث إفراز للعصارات الصفراوية مما يعطي اللون الأصفر على الجلد، على المخاطيات مثل العينين، تشوف العينين صفر، وعلى الجلد بشكل عام. وعندما يحدث قصور كلوي تظهر الوذمات، أي وجود السوائل عندما تظهر على الجلد فيظهر الجلد متورما من تلك السوائل التي تحدث في الأعضاء المنخفضة من الجسم، وهذه السوائل عندما تضغط عليها ينضغط الجلد، لأن موجود تحته مادة هشة لزجة اللي هي هذه السوائل. إذن هذا كل عندما ترى إنسان أعضاؤه أو أقدامه متورمة تفكر أن هناك مشكلة في، يعني عرض عرض واضح من الأعراض في الكليتين أو في القلب. عندما يحدث قصور قلبي أيضا فيكون القلب لا يستطيع أن يستوعب تلك السوائل التي تأتيه فيضخها إلى أعضاء الجسم، فتتراكم تلك السوائل في الجسم، وبالتالي يظهر تورم أو ازدياد حجم العناصر الجلدية، والله العناصر التي نراها من خلال الجلد. هذه من المسائل الأساسية، وهو له دور مناعي أيضا مضاد، مثلا يدافع عن الجراثيم، هي قاعدة واضحة، لأن الجراثيم عندما تأتي جلدنا عندما ننظره بميكروسكوب نجد الكثير من الجراثيم، فيروسات وما أنواع، غير عنده حماية أعطاها له الله تبارك وتعالى، أن هذه الجراثيم لديه لن تدخل إلى الدم لكي تصيب الأعضاء الأخرى. وعندما يحدث، لأن الجلد عنده مقاومة عند خلايا متراصة من أربع طبقات، الطبقة الأولى هي خلايا ميتة، هذه الخلايا تتراكم عليها تلك الجراثيم أو الغبار أو ما إلى ذلك وتشتبك بها، تأتي طبقة أخرى متراصة حية لكنها متراصة ما بينها أي خرم تمنع دخول تلك العناصر، لكن عندما يحدث جرح تدخل البكتيريا، عندما تدخل البكتيريا ترى التقيح، التهابات والالتهابات وما إلى ذلك، وقد تصل إلى الدم فيوزعها الدم إلى الأعضاء الأخرى التي تتأثر بها تأثرا شديدا حسب نوعية الجرثوم أو الفيروس أو الطفيلي، فيظهر ذلك جليا على الأعضاء. على ذكر حماية الجلد فقط، هناك يقولون أن هناك عثة موجودة على الوجه تعمل على
على قتل والله التهام الخلايا الميتة من أجل أن يظل دائما متجددها، الكلام صحيح. هناك هنا هنا على 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 أي مكان من الجلد، على الوجه طبعا، لكن الوجه يختص، هو الوجه والكتفين والصدر يختص بأنه غني بالعناصر الدهنية، بالخلايا التي تفرز تلك العناصر الدهنية، وتلك العناصر عناصر لزجة تلتصق بها كل ما يأتيها، وبالتالي ترى أن الوجه دائما تجد عليه شي نقول له خملة وشي ذاك النوع، هذا كله نتيجة لذلك تلك الإفرازات الدهنية التي تفرز من تلك الخلايا، وهي لاقطة لكل ما يدخل خارجيا. من ما هي عثة؟ ما هي حشرة؟ موجود الكثير من الحشرات يلتهم هذه يلتهم ويصيب. عجيب. لكنها في كثير من الأحيان في خلق هناك عناصر ممرضة موجودة على الجلد كثيرة جدا، وهي العناصر زاد هي تؤدي إلى نوع من التوازن، بعضها يقتل بعضها، حرب قائمة على الجلد. نعم. وبالتالي عجيب. عندما تأتي تكثر من من الدهني هذا الدهان اللي يندارو، عندما تكثر منها إذا كانت مضادة حيوية، فعندما تقتل نوع من العناصر الممرضة فيتكرر النوع الآخر. زين حد. يعني تلك العناصر الممرضة تتقاتل فيما بينها وكلها يوازي الآخر، فعندما تحرم الجلد من بعضها ينمو الآخر. عجيب. ويحدث مرض. عجيب. إذن هناك توازن غريب. غريب. غريب إلى أقصى درجة. سبحان الله. و الفرق بين رسومها. عجيب. الله تبارك وتعالى جل وعلا، سبحانك ربي ما أعظمك. الفرق بين جلد الطفل وجلد البالغ شو؟ الفرق بين جلد الطفل ما زال في أوله، لم ينمو بالشكل التام، فهو رقيق. وأبسط شيء قد يؤدي إلى خدشه، وعندما يخدش ويحدث قلنا يحدث بوابة للعناصر الخارجية قد تؤدي له تلك المشاكل. في بداية الطفل معناه ما زال رضيعا ووليدا، لأن الطفل الوليد هو اللي عنده أقل من شهر، ما زال وليدا، هناك طبقة قادمة معه تحميه مع أن جلده رقيق جدا، تلك الطبقة تتناقص شيئا فشيئا حتى يصبح الطفل رضيعا. عندما يصبح رضيعا فوق الشهر تخف تلك الطبقة، لكن ينمو جلده أيضا ليعوض تلك الحماية التي قدم بها الوليد. وكلما تقدم كلما قوي الجلد واشتد عوده حتى البلوغ، وعندما يحدث البلوغ تحدث عناصر أخرى جديدة، تفرز عناصر هرمونية موجودة من الأعضاء الداخلية، وهذه العناصر تعطي للإنسان من بعد البلوغ سواء كان ذكرا أو أنثى مميزاته، يظهر على الرجل الشعر الوجه، ويظهر نوع من الرقة أو نوع من النعومة عند التستوستيرون والتستوستيرون والبروجسترون والاندروجين. زين. هون لهن انتم تقولون دائما تحسون على نظافة الجلد، وان الجلد دائما يعود نظيف، وان الرجال يتم دائما يستحم. يا غير لاحظوا انك انت تستحم مثلا في الشتاء تجبر عاد خشون على الجلد لا بدرجة الدهن، والدهان انواع فيها اللي ضار وفيها اللي يحمي، هذا موضوع كبير جدا. والله اعطونا عنه عجالة سابقا، نرجعوا للامراض الجلدية في محورنا الثاني. هو الإفراط في النظافة يعتبر نوع من الأمراض، مرض وسواس. لكن الإفراط في النظافة كما قلت لك قد يؤدي إلى تغيير في العناصر الموجودة على الجلد، مما يؤدي إلى اختلال ذاك التوازن لذاك. لكن ترك الأوساخ وترك العناصر الخارجية على الجلد قد يؤدي إلى نفس الاختلال أيضا. فمثلا الغبار الذي يأتي من الخارج هو خليط من كثير من العناصر،
من الغبار العادي ومن العناصر اللي الأشجار أوراقها عندما تسقط وتختلط بالتراب وبالأرض تحدث تؤدي إلى نتائج إلى مركبات تلك الأوراق فتختلط بالرمل أو بالعناصر الرملية الأخرى وتذهب في الريح عندما تسقط على الجلد أتحسس لها أنا ولا تتحسس لها أنت تأتي عناصر أخرى اسمها العناصر المناعية والعناصر الدفاعية وتختلف من شخص إلى آخر فشخص قد يرتكس لتلك العناصر وآخر لا يرتكس لها لأن عناصره الدفاعية قادرة على حمايته منها وهذه العناصر هي التي تظهر لنا عندما نترك الجلد بدون نظافة فالنظافة ضرورية لجرد تلك العناصر اللي قد تكون ممرضة بالإضافة إلى الخلايا التي تموت في كما قلت لكم في البداية هناك طبقات هذه الطبقات تتدرج إلى الطبقة السوكية الأولى اللي ميتة هذه الطبقة الميتة يجب أن تزال لماذا؟ لأن هناك مسام يعني فتحات أي الفتحات عندما تنغلق يكون تنفس الجلد بدأ يختل ويتنفس مدة نعم لا بد له هذه الفتحات التي يتنفس منها الجلد وتخرج منها العناصر الداخلية من دسم ومياه وعرق وما إلى ذلك وكل له دوره فالعرق قاتل للكثير من العناصر الجرثومية هذا بالإضافة إلى المخاطيات نقر الفم مثلا والأماكن الأخرى جميل. لها هي خواصها الموضوع الخاصة. جميل وذري وأنا عند ياسر المسيدة لغير وقتنا ما هو ياسر ولاهي نعقب نرجع لكم محورنا ثاني لكن قبل أن أبدأ معكم ضيفين الكريمين سادة الفقهاء نبقى مع أسئلة المشاهدين الفقهية حول يسول السيد الفقيه رقاش اكتب عن رقاشي والله اغتابه وهذا وعقب ذاك الشخص ما عاد ما قد يجب روحه يسامح معاه باسم الحال يتنجى من حقه على عروض الدميه يا كانها جائزه وفي حاله الممازحه هاي تخلق كانها جائزه والله ما هي جائزه ومسؤولين الفقيه عن هاي الصدقه الافتراضيه اللي عود لمواقع التواصل الاجتماعي شنو هي حكمها من جانب الشرع شنو موقف الشريعه من هذا العالم الافتراضي اختيروا نعرفوا الشريعه ايش قايله في موقف هذا العالم الافتراضي الكل يطعن في عرض الثاني كل يتكلم في الثاني هو باطو توه من زرقاء افتراضي ما هو الشيء بالك اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نرحب بكم ونشكر محمد والكوري الذي عد هذه الاسئله لسهرتكم الرمضانيه لهذه الليله أعود إليكم سادة الفقهاء هذه الأسئلة باتحان قاع مجال محورنا الثاني اللي هو المسؤولية الشرعية المترتبة على الوقوع في أعراض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي السؤال الأول من درى كان رقاج بقيت نجى من حق رقاج اغتابه ولود لولا جبرو الطريقة اللي تنجى بها من الحق شيء تفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال ننصحه أولا بأن لا يغتابه فإذا اغتابه فإذا كان بإمكانه أن يتحلل منه فهذا هو الأصل إذا كان لا يمكنه أن يتحلل منه لأنه لا يعرفه أو كذا فإنه يستغفر له ويتصدق أيضا ويكثر من هذا يكثر من الاستغفار ومن الصدقة فلعل الله سبحانه وتعالى يتولاه عنه يوم القيامة دكتور فضيلة الشيخ هل تجوز الممازحة بالغيبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شمائله أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا لذلك الكذب ممنوع وهو من أكبر الكبائر تحت أي ظرف كان فلا يجوز الممازحة بالكذب ولكن الممازحة بغير الكذب هي التي تعتريها الظروف فإذا كانت تسيء الممازحة فهذا تكون ممنوعا لأنها من باب ذكرك أخاك بما يكره
ولكن إن كان لا تسيئه فهو من باب المزاح الذي هو جائز، لأنه حق وهو مما كان يفعله سلفنا الصالح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت كان يمزح ولا يقول إلا حقا. عندما قال لعلي بن طالب رضي الله عنه: مالك يا أبا تراب، ولا قم يا أبا تراب. نعم، هناك عالم اسمه الغزي، هذا صحيح هذا؟ نعم، قم يا أبا تراب يعني يمازح. وقال لكثير من أتتهم عجوز فقالت له: ادعو الله أن أكون من أهل الجنة. قال لها: الجنة لا تدخلها عجوز. ولما شق عليها ذلك قال لها: إن الله تعالى إن شاء أن إنشاء عربا أبكارا وشباب. وجاءه رجل وقال له أو امرأة قالت: يا رسول الله أريد أن تحملني. فنادى أحد الصحابة وقال له: احملها أو احمل هذا الأعرابي على ابن الناقة. فقال: وما يغني عن ابن الناقة يا رسول الله؟ قال: وهل الجمل إلا ابن ناقة؟ وإلى غيره. كان يمزح يعني ولا يقول إلا حقا، غير عادي. ما العالم الغزي هذا ألف كتابا طريفا وهو في المزاح، بدأ فيه بمزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومزاح أبي بكر، ومزاح عمر، وسلفنا الصالح، وهكذا. إذن المزاح هو باب عظيم، وكما تعلمون في علمائنا نحن الشناقطة الذين يقولون: وروح القلب بذكر الطرفي، فإن ذاك من صنيع السلفي. الناس اليوم ضاغط صدورها عن هذا، لكنه لا يبيح ذلك الخروج على ضوابط الشرعي. الصداقة الافتراضية مدرك أنها جائزة، حد يصادق حد ما يعرفه تحت اسم مسمى، ما يعرف كانوا رجل ولا امرأة، ولا يعرف شنو حقيقته، مدرك أنه جائز وشنو موقف الشرع من النوع من الصداقات. راه هو لك فما ياسر من صداقات الأخرى التي تحمل معها الكثير من 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 المعاصي تحصل افتراضا. على كل حال، هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاتصال الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي، هي حيادية. ما نجعله فيها هو الذي يأخذ حكمه. فإذا كنا نجعل فيها شيئا مباحا أو علما فهذا شيء نافع، وإذا كنا نجعل فيها غير ذلك فإننا مؤاخذون بذلك. الصداقات الافتراضية بمعنى أن الشخص يقبل صداقة شخص لا يعرفه، هذا لا شيء فيه، طالما أنه يعرف أنه ليس من أهل المنكر، وأنه لن يكون سببا في جلب المنكر له، والوسائل تأخذ حكم المقاصد. بالمناسبة، في قضية المزح من أطراف شيء فيها، أن صاحب قاموس قال: كان الصحابة يتمازحون حتى يتبادحون بالبطيخ، معناها يزارقوا بالبطيخ. هذا معروف عند كان العلماء يفعلون. طيب هذا. طيب ضد الشيخ، ماذا عن الطعن في أعراض الناس افتراضيا؟ هذا قاعد جاب لنا السؤال، هو محورنا قاعد. نعم. لين سنتم منه. وبالتالي نقولوا شنه المسؤولية الشرعية المترتبة على رجاج وقع في عرض شخص في وسائل التواصل الاجتماعي، اغتابه، عابه، أكل عرضه إلى آخره، نسب إليه ما ليس فيه. نعم، ذكر الدكتور في بداية تقديمه تأصيلا وتعطيرا لهذا الجانب، فذكر أن هذه الوسائل هي حيادية. فكما قال الشاعر: ولي فرس للخير بالخير ملجم، ولي فرس للشر بالشر مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. هذا هو وسائل التواصل، من استخدمها في الخير فهي خير، ومن استخدمها في الشر فهي شر. والإنسان مسؤول كما ذكر الدكتور في بدايته عن تصرفاته، لذلك عليه أن يعرف قبل أن يتكلم ما هي مدى مسؤوليته عن كلامه. فإن اغتاب شخصا أو وقع في عرضه، فليعلم أن أعراض الناس وأن حقوق العباد والمخلوقين لا يغفرها الله تبارك وتعالى. الله رحيم وكريم وغني ولطيف، يغفر بمجرد الندم، الندم توبة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن المخلوق لا يغفر، لأنه أولا فقير، ولأنه عضوض، وبالتالي فإن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل أقرب الناس إليه يفرون منهم. لماذا يفرون منه؟ لأنه لن يغفر له أحد، ولن يسامحه أحد ذلك اليوم بحقه. وذلك اليوم لا يوجد فيه درهم ولا دينار. طيب. وإنما هي الحسنات. طيب. لذلك من اغتاب شخصا على هذه الوسائل فليعلم أنه قد ارتكب جرما عظيما ما مثله جرم، وأنه خطأ وخلل يصعب إصلاحه. طيب.
سأعود إليك دكتور فضيل الشيخ، أنتم كذلك فضيل الشيخ، سأعود إليكما في هذا المحور حتى نستكمله. على أن نأخذ أسئلة المشاهدين الطبية. هل المرطبات التي تباع في الأسواق هل هي إيجابية أم سلبية للبشرة والجلد؟ شنو هي مشكلة جفاف الجلد؟ المشكلة هي الجابرة، نحن كاملين دائما نجبره ونبقى نعرفه ذلك المشكلة مناش. هذا اللي قالوا أيفو عندنا نحن هنا تيها حب العرق، كانوا هذا ضركة تيها كانوا يعتبر مرض جلدي، والله رواية بسيطة. سؤالي طبيب من درها لبهق، شنو هي أسبابه وشنو هي دويته وشنو هي أعراضه؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور، هذه واحدة من المشاهدات جابت لنا على القضية من بداية المرطبات الجلدية التي تنباع في الأسواق مفيدة ولا سلبية للبشرة والجلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المرطبات والله الدهون الموجودة في الأسواق فيها مرطبات وفيها مجففات وفيها جميع أنواعها، لكن الموجود منها في السوق اليوم الكثير منه خطر. خطر؟ نعم. الكثير، لأنه قد يؤدي إلى حروق جلدية، وقد يؤدي إلى أمراض أخرى داخلية، وقد يؤدي إلى الكثير من المصائب. ويجب علينا وعلى المسؤولين أن يتجهوا إلى أخذ والله معرفة الغث منها والنفيس، ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة عليها، لأنها حقيقة تؤدي إلى الكثير من المشاكل. يأتي الإنسان مصاب بحروق في وجهه، قد تترك ندبات أبدية في حياته، وقد تؤدي إلى وفاته. وبالتالي هذه الدهانات الموجودة في السوق يجب الحذر، كل الحذر منها، خاصة لأنها تباع بدون أي رقابة وتدخل إلى البلد مصادرها بدون أي رقابة، ومصادرها ما هي معروفة، ومركباتها أيضا ما هي معروفة، مركبة منه ما هو معروف. حتى أنها تجد الوعاء الموجود فيه كيف البوش مثلا والله البطة موجود فيها مكتوب عليه هذه مركبة من كذا وكذا وكذا، لكن إذا بحثت المواد الموجودة في نقرها قد لا تجد أي عنصر من العناصر الموجودة مكتوبة لك. عجيب. زمان بعد هذا فقط أنبه دكتور ذكركم بهذا الموضوع، الذين كانوا يسكنون في البوادي خاصة النساء اللواتي يقبلن على المرطبات معظمهن نساء، مع أنه عمت البلوى اليوم بالشباب من اللي عادوا يعملوا هذه المسائل. يقير بعد النساء كانوا في البادية أجسامهم ناعمة ومصقولة ومقع ما همسح حمات حتى، ويتبرموا بالدهون، يتبرموا بياسم الأمور، وأصقل قطعا هم من النساء. اسمحوا لي المشاهدين الكرام يغير ياكم عدو قريب منهم، السبب في هذا شنو؟ كانوا مرض داخلي والله، مرض الجلد والله رواشد. هذا قضية لا ينجيبوا لك قضية سؤال واحد من المشاهدين، شنو مشكلة جفاف الجلد؟ سبحان الله، هذه المسألة اللي تحدثت عنها كلما أتتني والله أتاني إنسان يريد هذه العناصر اللي يقول لك تبيض والله تفتح الجلد، نقول له خرص جدتك اللي عاد تعرف اللي عاد تدرك جدتك، من درك أنا كانت تدير هذه العناصر، من درك كانها ما ماتت جلها ناعم. شنو هي الأسباب؟ أولا أسباب أن تغذيتهم كانت صحية لا فيها عناصر من هذه العناصر المعلبات اللي داخلة اللي فيها ياسر من المشاكل، وكانت مملي لا ما تدير أي شيء من هذه العناصر، اللي كل ما تفعل هو عناصر طبيعية، تغرس من الزبدة وتدير عليها شويات خرم من الأمور الطبيعية كذا ما قلت أنا أقولها، وتبرم بها جلها وعود عادي جدا ما فيها أي مشكلة، بدل أنك من تقبلهم من هذه العناصر اللي موجودة في السوق تؤدي إلى الكثير من المشاكل. هذه اللي يقولون أنها هم تبيض
في البدايه صح قنبول تبيض، يسموه القنبول ولا شيء؟ القنبله اذا اخذوا عناصر متعدده داروها في بلد من المتنافرات، من المتنافرات في لان يسموها قنبله لانها في بعض الاحيان لا عناصر متفجره هي يتم يخلطوها يعني تنفجر عليهم لا حول ولا ويقبضوها ويخلطوها ويديروها في الثلاجه ولا فريزر ويخلوها فيه من يخلوها فيه ثم هو ينفجر عليهم في نقرها هو سبب العدو يقولوا لها بها القنبله وعناصر شديدة الضرر. هذه الأماكن من السلاميات يقول البعض إن لونها هو الذي يحدد طبيعة البشرة، ولذا تشوف واحدين يعملوا هاي القنابل غير هذه السلاميات من هناتي كحل صح ذاك نتيجة لاش هذا قالب ولا رواش هو سابق نمشوا عن الموضوع السؤال اللي قبيل شفاف الجلد إيه ذا لا منه شفاف الجلد يدخلوا فيها عناصر خارجية من الطقس وذاك النوع وعناصر داخلية تتعلق بالإنسان من نفسه خارجين أمراض تتعلق بشفاف الجلد أمراض خاصة ما نشتدين أخبار ذيك أمراض شدوا أخبارها بعد ذيك أمراض ما عند تتعلق بمركبات قال الجلد شنو مركبات العناصر اللي في الجلد اللي يالله ترطبوا ما هي موجوده كيف الخلايا الدهنيه ما هي موجوده الخلايا العرقيه نوعا ما اللي غير موجوده وبالتالي يحدث تحزز في الجلد ويحاول الجلد انه يتغلب على ذلك فتتكاثر الخلايا وعندما تتكاثر الخلايا يموت الكثير منها وتظهر على الجلد التحززات اللي موجودة على الجسم وبعضها قد يؤدي إلى أنه يسبب مشاكل في المخارج كيف العينين وكيف الفم ما يقدر يفتح بشكل صحيح وأمراض فيها مناعية وفيها وراثية وفيها عناصر تتعلق بالصبغيات بعضها هي قضية شفاف الجلد هذه شفاف الجلد فالعناصر الخارجية كيف الحرارة الشديدة والله البرودة الشديدة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى جفاف عندما يحاول الجلد أن يتغلب على ذلك الحرارة فيتعرق وعندما يكون العرق قليل في بعض الأحيان أو يكون السوائل التي أخذها الإنسان قليلة فيكون التعرق أيضا متعسر وبالتالي يحدث جفاف واضح للجلد. هنا يعتمد على الشراب المفلوقات اللي يعتمد على كثرة أخذ السوائل. وأحسن هذه السوائل هو الماء الصحيح. هو الوقوع في أعراض الناس هو أكل غيبة هؤلاء وأكل أعراضهم. لكن الجلد كذلك يتعرض لأكل آخر. هذا من ضمن أيفو ومن ضمن الحساسيات المفرطة اللي تؤديه إلى 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 تآكل بالجلد وحصول طبقات فيه. هذا كشو أي فو بعد قاع اللي مثلاً يقبض الناس زمن الحمان الزمن الأركاتي إيش تعرف زمن الحمان وش هي زمن الحمان يحدث كما قلت قبيل تنفس للجلد وراه أي فو يخلق الليل شمل الناس ما يخلق للناس كامل حق لأنه بعض الناس حساس للعرق فعندما يحدث العرق تتضخم الغدد العرقية وذاك التضخم ذاك لياك تفرز الكثير من العرق ذاك التورم والتضخم هو اللي نشوف فيه الحبيبات زين الحبيبات هي تضخمات تلك العناصر هو يقولوا قاع بودر يقتلوه بها يعني يقتلوه الخلايا من اكثر المصائب اللي يعد يعني أيوه. البودر له يقلق المسام والمسام هي اللي يؤخذ منها العرق والعرق هو اللي يفيدك في تبريد الجسم ايوه وش عد هذا اللي يشبه اللي يجبر انه يبتعد عن اللباس اللي ما يقدر يتنفس معاه الجلد كيف نيلون وكيف العناصر غير اللباس هذا اللي من الكتان الطبيعي راه ما هو الكتان اللي موجود عندنا هون مكتوب عليه كوتون 100% بينما هو بعيد من ذلك يبتعد عن اللباس الكافي اللي يكتم على الجلد وعندما يبتعد عنه ويسحم بشكل ملي معقول ما يتملى دائما ناقع في الماء لذلك له يسبب له مشاكل أخرى مشاكل أخرى شنو؟ مشاكل كيف منين تم دائما ناقع في الماء
لاه من أين تتركه؟ لاه الجسم يتعود على ذاك النوع من الرطوبة ويعود عقباك عاد لابد لونه. وأنت ما تقدم دائما موفرها له. هاي مشكلة. في التوازن في جميع الأمور واضحة في الجلد. طيب عندنا البهق، أسباب البهق شنو؟ البهق خارج من الفطريات اللي موجودة على جسم الإنسان وهي طبيعية، قلنا أنها قبيلة من ذيك العناصر اللي تدافع. هذه العناصر اللي هي منين تجبر الوضع المناسب لها أنها تتكاثر تحدث، وذاك التكاثر يحدث غالبا في فترة الصيف. ذاك فترة الصيف اللي تؤدي لنوع من الجفاف، ذاك نوع من الجفاف يؤدي ذيك العناصر ذيكي اللي يخف العناصر الأخرى اللي كانت تدافع عنها وتتكاثر تلك الفطريات. من تتكاثر تلك الفطريات خاصة في المناطق اللي موجود فيها الكثير من الغدد الدهنية، كيف القشوش وكيف هذه المناطق هذه وكيف هذه المناطق الذرعة هي فيها كثير من الغدد الدهنية. هذه الغدد الدهنية تتغذى عليها تلك العناصر الفطرية وتتكاثر، ذاك التكاثر ذاك هو اللي يظهر لنا الكرويات البيض اللي للجسم، ومنين تجبر منين تتعرض للشمس تسود، لأن الأكسجين لا يحرق ذيك العناصر وبالتالي يظهر سواد عليها. وعلاجها بسيط جدا وموجود، مضادات الفطريات موجودة في كل الأسواق وبكثير من الأنواع. أحسنتم. تعودنا معكم مشاهدينا الكرام وعودناكم أنه في كل ليلة نتعايش مع مشاهدينا الكرام بالداخل من خلال مشاهد مباشرة من الداخل. الآن نبقى وإياكم مع هذه المشاهد المباشرة من أطار. تلاحظون مشاهدينا الكرام هذه المشاهد المباشرة من أطار، كذلك ضيوفنا الكرام. دكتور ما قد زرت أطار؟ هاي البيضة من ما تذكروا يمين هذا بعد قطعني إلى حد ما أنكرفور. إحنا يسعدنا أن نعيش مع مشاهدينا الكرام في أطار هذه المشاهد الجميلة التي تطل منها مدينة أطار ليلا الساعة 12:30، ولا تزال الحركة موجودة الحمد لله خالقة، والناس تعيش أجواء الرمضانية خاصة مع اقتراب العشر الأواخر والهدوء والأمن والسكينة. بادياني من خلال هذه الصورة التي نشكر عليها مشاهدينا الكرام على متابعتها، ونشكر كذلك زملائنا في المكتب الجهوي في أطار الذين أتحفونا وأتحفوا مشاهدينا بهذه الصور. ماكم مذكرين البيضة منين فطار؟ أنا للأسف أطار ما قد صفته. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كانت تلك مشاهد مباشرة من مدينة أطار. وقبل أن أنتقل إلى ضيفي الكريمين الفقيهين، نبقى مع هذه الفقرة من ثابتة من فقرات هذه السهرة، وهي من برامجنا ليوم الضد.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كانت تلك فقرة من برامجنا اليوم غد خلال هذه السهرة، والآن ننتقل إلى ضيفي الكريمين الفقيهين. ننتقل إلى محورنا الثالث وهو الفرق بين النقد الإيجابي والتجريح. الحرية متاحة هنا في حدود الالتزام، وهي كذلك في العالم كله ومنذ نشأة الإنسانية، طالما لم تقع في ما لا يعنيك مما يخص الناس والتزمت حدود الله في علاقتك مع الآخرين، متاح لك أن تنتقد ما تشاء مما يخصك نقدا إيجابيا، ولكن متى يحرم عليك أن تنتقل من النقد إلى تجريح الناس واغتيابهم وأكل لحومهم؟ طيب، أنا مثل الأستاذ أحمد محمود أعجبني الليلة موضوع الحلقة الطبية، فعلا لذلك لا بأس إلى فضل زدنا فيه. فضل سنعود إلى الدكتور إن شاء الله. تمام، عندك ملاحظة والله سؤال تقولوا له؟ نعم، ولهذا لا أعجبني قضية سبحان الله الجلد وكيف تنمو، كيف تنمو الأعضاء من دون أن يكون هناك خرق في هذا الجلد، وهو ما أشار إليه العلامة. هذا يدلك على أن المعارف تتداخل. نعم، أشار إليه العلامة المختار البونه بقوله رحمه الله: أما ترى النمو بالطفل يقع ولا يدرى متى ولا كيف وقع. سكي، فهذا عجيب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تماما. بالنسبة للنقد إذا كان بقصد الإصلاح هذا مشروع، ولهذا عندما نقول نحذر من الوقوع في أعراض الناس، لا نجعل جبلا أمام الناس من أجل أن لا يقولوا ما يروه صوابا وهو حق. وهذا مدخل طبيعي لأن أشير باختصار إلى أن الإسلام ما حرم شيئا إلا أعطى بديلا. فإذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي حرم الاغتياب وحرم كذا، فإنه أيضا أباح كثيرا فيها من نقل الوقائع ومن بث العلم. ولهذا أستطيع أن أقول إن هناك ضوابط على المسلم الناشر في هذه الوسائل أن يحترمها. الآن في هذه الوسائل أصبح كل الناس صحفيا، صح، واحد عنده صفحة أصبح صحفيا. لذلك نذكره ونذكر أنفسنا بضوابط النشر التي لا تخل بالحرية المهنية. أستطيع أن ألخص ذلك في ثلاث نقاط. أولا الصدق، أيها الصحفي، أيها الناشر، أيها الكاتب في صفحتك، عالما أو جاهلا، صحفيا أو غير صحفي، عليك بالصدق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق أهم ضابط من ضوابط النشر ولا يخل بالحرية. الحرية إذا فقدت الصدق فقدت الحرية، صح. لذلك الضابط الأول من ضوابط النشر هو الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الكذب: ولا يزال الرجل أو ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال إياكم إياكم الكذب. نعم، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب الله عند الله كذاب. فتحري الكذب صاحبه متعود عليه، صاحبه خاتمته سيئة، بنص هذا الحديث. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. خليني أسألك سؤال. نعم. ومن اللطائف أن يصدق هذه لطيفة لغوية مرفوعة لأن الصدق مرفوع، زين، ويكذب مخفوضة لأن الكذب منخفضة. تكاد وسائل التواصل الاجتماعي في نظري تشبه الطرقات، فهي يجتمع فيها الناس صدفة وعرضا، والحديث إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا منها بد، إلى آخر الحديث. قال: إذن فأعطوا الطريقة حقها. الذين يتجمعون في هذه وسائل التواصل الاجتماعي كأنما جمعتهم الصدف في الطرقات في هذه الوسائط. ولذا في 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 علم النفس الاجتماعي أو السياسي هناك ما يسمى بالجمهور النفسي، أو حالة تحصل لرجاج
مثلا ترى انسان مثلا طبيعي وعادي يدخل في مناسبه عزكم الله فيها مزمار وفيها رقص فجاه تلقى هو يتمايل يمينا وشمالا او فيها زرق هوالك ويرمي ما يشاء، اخذه الجمهور الحاله النفسيه العامه للمكان اخذته واستقطبته وبالتالي استرقته ففعل فعلا يندم عليه عندما يخرج. الذين يدخلون هذه الوسائط كذلك يجدون حالات من هذا النوع مليئه باكل اعراض الناس مليئه بالتشويه مليئه بالاشاعات فتاخذهم هذه الحاله النفسيه فيكتبون ما لا يريدون حتى اذا خرج الواحد قال انا لم اقول هذا في حالات العقاب او العقوبه وما الى ذلك. ما هي اداب الجلوس والله التعايش مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعطى حقها، اي متى يجوز لك ان تخرج عنها ومتى لا ينبغي لك ان تدخل اليها؟ الذي اشرت اليه هو ما يسمى في عرف الشرع بالبيئه الصالحه. البيئه الصالحه، اذا كانت البيئه الصالحه غالبا ما ستنعكس عليك وستكون شخصا صالحا. واذا كانت البيئه فاسده فغالبا ما ستكون انت فاسدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول واصبر نفسك، هذا في تأصيل البيئه الصالحه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، هذه البيئة الصالحة. ويقول في البيئة الفاسدة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهناك بيئتان، بيئة صالحة عليك بها وبيئة فاسدة تجنبها. إسقاط هذا على وسائل التواصل الاجتماعي نقول لك صادق العلماء صادق المصلحين صادق الصحفي الناجح المهني، فهذه بيئة تتكون عندك بيئة صالحة تنتفع منها، صادق الأطباء فهذه بيئة تنتفع منها. ولكن إياك وكل بذيء فاحش، إياك والجلوس مع نافخ الكير. تمام، طبعا هذا أحسنت، هذا الجليس الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسكي، حامل المسكي إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا أو طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. لهذا على الموجود في هذه الطرقات سميتها الطرقات أن يكون نبها وأن يخالط الصالحين والمصلحين وأهل الفضل ومن يستفيد منهم في الدنيا والأخرى. إذن الضابط الأول هو الصدق. تسمح لي أنتقل لزميلكم. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهراني، كم كان هذا يوم المريسيع فيما فعل الجهجاه والأنصار والمهاجرون، هذا نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية التعصب وذيك المردكية، وإنك امرؤ بك جاهلية عندما خاطب بها أبا ذر، عندما خاطب بلال ابن السوداء والأسود إلى آخره. متاح للصحابة أن يختلط بعضهم ببعض لكن في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط شرعية معينة. كيف تحددون الضوابط الشرعية للنقد الإيجابي وغير ذلك من نقيضه اللي هو الوقوع في اعراض الناس، الضوابط الشرعيه بحيث تعود الناس واضحه له الصوره؟ لان هذا ملي في ادمان، مرات يعود الواحد يتعود خلاص على هذا اللي ما يراه يتوحش ويقيسه. تفضل. صحيح، لا بد لكل شيء من ضوابط. ونحن عندنا قواعد، والله تعالى كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة اختار الصحابة رضوان الله عليهم لتوضيح الشريعة. ولذلك ما من شيء يمكن أن تمر عليه البشرية في أي وضع من أوضاعها إلا وقد جسده الصحابة رضوان الله عليهم حتى يبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الوضعيات وهذه البيئات المختلفة. ومنها ما نعيشه اليوم في مثل هذه المسائل والوسائط التي اختلط حابلها بنابلها. ذلك أن لكل شيء ضوابط كما كان يقول الدكتور قبل قليل. كل شيء لا بد له من ضوابط، والله خلق كل شيء بمقدار. نحن والشرع لم يضيق مجال الحرية بل فتحه واسعا، ولكنه وضع له ضوابط ومحددات. من أهم هذه المحددات هي رقم واحد النية الصالحة، أن تريد بنقدك هذا أو بكتابتك هذه أو بتوجيهك هذا عملا صالحا أو فائدة أو مقصدا يقبله الشرع. النقطة الثانية في الإسلام الأهداف لا تبرر الوسائل، لابد أن يكون الهدف نبيلا، ولذلك لابد أن تكون الوسيلة كذلك نبيلة. ومن هنا لابد من الصدق كما قال الدكتور قبل قليل، فهو أهم ضوابط التعامل مع الحياة.
الحياة كلها لا تقوم إلا على الصدق، لأن الصدق هو القابل للاستمرار. النقطة الثانية، هناك فرق بين النقد البناء وبين التجريح. التجريح هو نقد الذات، ذات الشخص الفاعل، أما النقد البناء فهو نقد الفعل وتبيين مكامن، تبيين مكامن الخلل فيه وإعطاء البدائل والتوجيهات لتحسينه. ولذلك عندما نرى ما يكتب هنا نرى أن كل شخص عندنا، كل مسؤول سام في 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 الدولة مثلا، كأنه لا عرض له ولا حرمة له، وهذا من الضوابط المخلة. هذا المسؤول السامي هو خديم لهذه الأمة وهو قائم بمهمة نبيلة، علينا أن نتابعه وأن ننظر فعله، فإن تبين لنا خلل أو مسألة نصح يمكن أن نتحفه به لتحسين أدائه فهذا من المقاصد الحسنة المقبولة الشرعية، بشرط أن تكون صادقة وأن تكون مفيدة. أما أن نأتي إلى ذاته هو أو ننوي بنقدنا له الإساءة إليه فهذا ينتقل إلى التجريح. إذن هناك التجريح متجه إلى الشخص نفسه، إلى الفاعل، أما النقد فيتجه إلى الفعل بغض النظر عن فاعله. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ينقد الصحابة، لكن ينقدهم كيف؟ يقول ما بال أقوام فعلوا كذا، لا يحدد، لا يحدد، لأنه الهدف هو الفعل. طيب، أن ينتهي الوقت، ما تلبن ياسر ندور نكسب الوقت فقط. هنا أنبهكم، هنا أحد عمال عمر الخطاب رضي الله عنه عندما شكاه إليه، شكته إليه رعية هذا العامل بأنه يخرج إليهم متأخرا كل يوم، وأن هناك يوم من الأسبوع لا يخرج إليهم. قضية التبين، إن جاءكم باسق بين بين فتبينوا، يعني لا تندفعوا هكذا. أعطينا القصة بإيجاز بعجالة. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثال للمسؤول، المسؤول بعجالة الوقت، المسؤول الذي نضع تحت المسؤول خطا، لأن المسؤول يجب أن يكون مسؤولا عما هو مسؤول عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك عمر بن الخطاب كان يتتبع الرعية ويتتبع المسؤولين ويسأل عنهم أصحابهم. وذات يوم جاءته شكاية من أهل العراق من أحد ولاته هناك، فأرسل يعني بحث عن السبب، قالوا له انه لا ياتيهم الا متاخرا، وهناك ولا ياتي وهناك يوم من الاسبوع لا يظهر فيه. فسالوا فحقق في هذا، ولذلك الله تعالى قال لنا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يقل فاحكموا عليه او ما تسرع، هكذا لازم التبين والتحقيق. لما حقق وجد ان هذا الوالي وهذا المسؤول كان يتغيب عن يوما من الأسبوع، لأنه ليس له إلا ثوب واحد وكان يغسله في ذلك اليوم، لأنه لا. ثم بعد ذلك أنه كان يتأخر لأنه كان عنده مشكلة في بيته، ما عنده عامل ولا بد أن يرتب أموره وهكذا. قس على هذا الكثير، نعم، من قس عليه كثير من المسائل. معلش، مات لي عندي ياسم الوقت، عد ليك دكتور يعطينا شنو هي علاقة الصوم بالأمراض الجلد. كان ودي ان نطرح لك ياسم الاسئله لكن ما الوقت ما الصوم قلنا انه من الناحيه ال الناحيه المنطقيه هو الامتناع عن الاكل والشرب والمسائل المعروفه اللي المفطرات، نعم، والجسم يحتاج الى هذه العناصر هذه بمقدار، نعم، ما هو بشكل فوضوي. نعم. فالسوائل هي العناصر التي تعطي للجلد رونقه وبشرته. نعم. وعندما يمتنع الإنسان عن أخذ تلك السوائل لأسباب أو لأخرى فبشكل مفرط فيؤدي إلى نوع من الجفاف في أول ذلك الجفاف لا يظهر في الجلد، لكن ذلك الجفاف لا يظهر في العناصر الأخرى في الكليتين وفي العناصر كاملة اللي تتعلق بالسوائل. لكن إذا أخذ الإنسان مقدار من هذه السوائل في وقت معين فنعتبره نوع من الخزان، وهذا الخزان يعطي للجسم مدة فترة معينة تكفيه. لكن الصوم يؤدي إلى الكثير من الفوائد الأخرى. فالصوم يعطي للجسم راحة، فالمعدة تستريح
وتنمو فيها العناصر المناعية وتنمو عناصر في المعدة هي اللي تخلط الغذاء، بينما إذا ظل الإنسان دائما يأكل فيها 24 ساعة ولا يجد راحة ستتعرض تلك العناصر التي تساعد في هضم الطعام. تجيب ترشات تدوش، تجيب جميع أنواع المشاكل، حتى أن العناصر الغذائية التي تعطي قاع ما لا يستفاد منها الجسم، لأنه المعدة والأمعاء تعبانة فترت وشوهد في الغرب أصبح اليوم يعالجون الكثير من الأمراض بالصوم، لكن صومهم ليس كمثل صومنا، يمتنعون عن بعض من العناصر لفترة 12 ساعة ولفترة من السواع ولفترة معينة، كان زين عندنا وكان مفيدا إلى أقصى درجات الإفادة. معناها أن الصوم مفيد مفيد لدرجة ما تصوروها، ما تصوروها، جميع أعضاء الجسم تستريح. جميل، مات لي عندي أسف الوقت وعندي مزيد فقرتين من فقرات السهرة، ولهذه الفقرات مشاهدي الكرام هي إمساكيتكم ليوم غد.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وقد استنفذت سهرتنا لهذه الليلة كل وقتها، لم يبقى لنا إلا أن نعيش وإياكم فقرتها الأخيرة المتعلقة بالسجل الذهبي. ريثما يدون ضيوفنا الكرام ملاحظاتهم حول السهرة، نبقى وإياكم مع ما دونه ضيوفنا للسهرة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإني أهنئ القائمين على برنامج السهرة الرمضانية على ما يقومون به من خدمة للمجتمع واهتمام بقضاياه العامة التي تترتب عليها مصالحه الدينية والدنيوية، وفق الله الجميع. الفقيه محمد المختار والمبالة. بسم الله الرحمن الرحيم، السهرة الرمضانية برنامج مفيد جدا يقدم إرشادات فقهية من الفقه الصحيح ترشد المواطنين في مناحي دينهم، ونصائح طبية مفيدة للصائمين، وتثقيفا صحيا ضروريا لرفع الوعي الصحي لمواطنينا. نرجو مزيدا من التطور، ونشكر القائمين عليها على جهودهم الجبارة. الدكتور الشيخ الحضرمي عبد الدائم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذه السهرة مشاهدي الكرام وصلت إلى نهايتها. في نهايتها باسمكم أشكر ضيوفنا الكرام الفقيه سيد أحمد سيد الخليل عضو هيئة العلماء الموريتانيين، وكذلك الفقيه محمد لمين الحاج عضو هيئة العلماء الموريتانيين، والدكتور محمد لمين عمر متخصص في الأمراض الجلدية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن تواصلكم معنا ومتابعتكم لنا. في نهاية هذه الحلقة أرفع إليكم تحيات مخرج هذه السهرة سيد العويسي ومنسقها البني أحمد ميلود، وكان على الصوت بها مالك سي، ونسقها بابا أحمد سالم، ونسقها تنسيقا عاما سيد محمد جيون. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية موف موريتانيا.